شويه كان اكو معرقلات ماليه على حول السلف الى حد شهر ايار. الحمد لله من شهر ايار بدا العمل يتحرك اسرع، بدينا ان شاء الله نمشي بالعمل، يعني حاليا واصلين اكثر من 50% من العمل. ان شاء الله خلال الفتره القصيره يمتد العمل ويكون اسرع بتسارع ان شاء الله. الاموال وين كانت متوقفه؟ والله تيادي تعب، كانت الموازنه ما مقره، فالعمل كان ما بين وزاره النقل ووزاره الماليه، والى ان قرت الموازنه شوي العمل بدا يتحسن احسن ان شاء الله. حاليا وين الجسر حاليا انتم؟ حاليا احنا عندنا صب اعمده المجسر اللي راح يبدا منه صعود السيارات الرمبه، وعندنا كان اليوم صبينا ايضا السقف الثاني بالبنايه الشماليه، ان شاء الله راح نتحرك حول القالب بالبنايه الجنوبيه. بشكل عام العمل تحرك الحمد لله، خلال شهر ايار تحركت وتيره العمل بصوره جيده. يعني نقدر نقول ننطي للمواطن موعد تقريبي لتسليم العمل؟ والله استاذ احنا قمنا نخاف من المواعيد بصراحه، يعني الامور ما كلها بكيف في الشركه، يعني بعض الامور الماديه بعض الامور اللوجستيه، بس ان شاء الله يعني خلال فتره ان شاء الله خلال الفتره البقيه لنا ان شاء الله نكمل المشروع ان شاء الله، لان احنا عندنا مده توقف اضافيه اجتنا، عندنا اوامر غيار صارت بمبالغ ضخمه، فيعني المدد الاضافيه اللي جتنا هوايه طويله يعني بصراحه، شغله كورونا وشغله نعم شغله منع الحظر اللي صار ايام الخميس وجمعه وسبت ومنع التجوال اللي صار، يعني كان هذا المؤثر ايضا.